فين؟ في اوضه امي حتي. دقيقه ولازم لازم انزل من الكلب اللي تحت ده. تنزلي فين؟ انت تعبانه تنزلي تروحي فين؟ لازم انزله، لازم انزله. صفي يا سمسم بيلو. ايه 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 صلوا على النبي يا اخوانا. في ايه؟ اسمع يا زمان، انت احنا خلاص عرفنا ان انت اللي عملتها. حاجه واحده بس اللي عايز اعرفها، انت عملت كده ليه؟ انت كده كده ما عندكش اختيارات، ورقبتك اقل تمن على اللي عملته فينا، فاتكلم قبل ما تبطل تتكلم خالص. انت هتقطع لساني ولا ايه؟ اسمع انا، انت ايه يا اخي؟ شيطان، انت ما عندكش دم؟ وسختني ووسخت سمعتنا. اترحم على روحك يا انت، حتى الرحمه ما تقصي. وانا هتكلم بس بشرط، هنسى اسماء وولاء يسيبونا لوحدنا، وانا اقول لك على كل حاجه. دخلنا شغل التعابين وماله؟ احنا واخدين على شغل التعابين وشاربين سمه من زمان. اطلعوا على فوق يا بنات، اطلعوا على فوق. ماشي يلا يلا يا ولاء، يلا يلا. ها هما بيعملوا كده عشان خاطر اللي كان بيني وبينهم. انا جايز اكون غلطت معاهم، ما انكرش، بس يعني ما كانش في حد مضروب على ايده. وبعدين يعني ما انتوا ستات اهو، ما قربتلكوش، مع انكم يعني من غير مؤاخذه شد منهم بكتير. بكره هتعرفوا بالظبط مين اللي عملها، وتعرفوا مين اللي باعكم على حق. اقسم بالله يا علاء، لو ما عرفت بكره مين اللي عمل كده الحكومه خبص عليك. كنت هغزه بالسكينه في رقبته، كل اللي قاله تعالوا لي بكره وانا اقول لكم مين اللي ورا القبض عليكم. وصدقتوا؟ بكره مش بعيد، بس بعد اللي شافه منا النهارده اكيد هيخاف. المره الجايه هقتله بجد. ايوه بس انا السكينه بتاعتي وقعت عنده في المحل، تفتكري ممكن يستغلها ضدنا؟ طبعا ده وسخ. تعالي نجيبها. يا جماعه اهدوا شويه، ما ينفعش تحسسوه انكم خايفين من اي حاجه لانه هيساومكم بيها. ده كلب، وبدل ما كان هو اللي مش عارف يعمل ايه عشان يسكتكوا، هنبقى احنا اللي مش عارفين نعمل ايه عشان نسكته. طب وما قالكمش هو كان عايزكم لوحديكم ليه، وما كانش عايزنا نبقى موجودين معاكم؟ سامحيني يا بنت بوري، سامحيني. وقعدت مع الضابط وعملت محضر اختفاء واتهمت اهلها. يعني ايه؟ خلاص البنت كده راحت مننا؟ بعد الشر يا ليل، ربنا يرجعك لبنتك بالسلامه يا امان، وما يحرمهاش منك يا رب. في المنور يا باشا. في اخر وسط الزبالة اكتر من طعنة بقى لحد ده.
ده قتل غيظ ده. ظهر كده باشا. ده الهارد بتاع كاميرات المحل يا فندم. حرزه ووديه مكتب المباحث يتفرغ وبعدين نشوفه. الكوريه ده بعد ما البحث الجنائي يرفع البصمات اللي عليه خده وحرزه وقعده على مكتب المباحث. حلوة أوي الشنطة دي. باشا يلا بينا. احكي لي بقى موتوا ليه؟ احنا كنا نتمنى نقتله بس ما قتلناهوش. يعني رحتوا له بسكين او صاعق عشان تلعبوا معاه؟ لا، عشان نعرف مين اللي زقوا علينا. وقال؟ ما قالش. فقتلته؟ ما حصلش والله العظيم. ما عملت له حاجة. يبقى ليل؟ ولا انا ولا ليل. احنا طلعنا وسبناه صحي زي القرد. هو انا ليه حاسك من اول التحقيقات انك شمتانة؟ كل واحد ياخد اللي يستحقه. ربنا ما بيسيبش. كلهم قالوا العودة بتاع شبكتك ده أكيد وقع مني لما كنت في المحل لما رحنا له. يعني السكينة اللي عليها بصمات إيدك دي جت إزاي؟ وأنتي ما مسكتهاش؟ معرفش. طب ليه كنت مخبية في أوضتك؟ والله العظيم أنا ما خبيت حاجة. السكينة وقعت من عبير في المحل عند علاء. بعد كده معرفش إيه اللي حصل. وبعد ما رجعتي من عند علاء؟ نمت. كنت تعبانة قوي. حطيت راسي على المخدة ونمت. قررنا نحن احمد عادل رئيس نيابه قصر النيل احاله كل من ليل جمال عبد العزيز وعبير السيد احمد الى محكمه الجنايات متهمين بالاشتراك الجنائي في قتل المدعو علاء حسن القرش. وحيث ثبت بالدليل القاطع اشتراك المتهمتين الاولى والثانيه في قصد قتل المجني عليه واشتراكهما في الهجوم عليه وتعذيبه بصاعق كهربائي ثم قتله طعنا بالسلاح الأبيض.